السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. ما زال الإخوة النحالون يبحثون عن زيادة الإنتاج. طبعا يعتبر زيادة الإنتاج من أهم ما يبحث عنه الأخ النحال، لكن كيف نزيد من إنتاج العسل في المنحل أو من الخلية ونضاعفه أضعاف مضاعفة؟ هناك عوامل تؤثر على إنتاج العسل، سواء عوامل خارج الصندوق أو عوامل داخل الصندوق. حتى نتعرف على هذه العوامل نستمع أنا وإياكم إلى محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي الكريم. يعني خلينا نوضح سؤالك. يعني سؤالك يعني بيقول إنه إذا إحنا تركنا في صندوق التربية 7 إطارات أو 6 إطارات وحجزنا عليهم ورفعنا كل النحل أو كل الإطارات رفعناها إلى الطابق العلوي اللي هو صندوق العسل، هل هذا يؤثر أو يعني يؤدي إلى جمع كمية أكبر من العسل أو لا؟ هذا هو ملخص سؤالك. لكن أخي الكريم، يعني إحنا بدنا نقول في عنا عدة عوامل تتحكم في كمية العسل المتدفق إلى الخلية. أهم هذه العوامل هو المرعى الجيد ونوعية الزهور الموجودة في هذه المراعي. فلو كان مثلا في عنا زهور بآلاف الدنومات ولكنها هذه الزهور غير عاسلة، كما هي الزهور اللي بتكون عنا في فصل الشتاء وهي كثيرة، ولكن النحل ما بيجني منها سوى حبوب اللقاح، يعني ولكن رغم كثرتها إلا أنه النحل لا يجني منها غير حبوب اللقاح. وفي فصل مع بداية فصل الصيف يعني بتكون الزهور ليست كبيرة جدا ولكن فيها نوعيتها بتكون عاسلة جدا، وبالتالي على قلتها النحل يجمع الرحيق منها بشكل كثيف جدا. فنوع المرعى وحجم المرعى ونوع الزهور الموجودة في المرعى، هاي اللي هي إلها العامل الأساسي في كمية العسل اللي ممكن أنه النحل يجنيها في وقت الفيض. الأمر الآخر وهو أمر مرتبط بالأمر بالبند رقم 1 اللي هو درجات الحرارة، خلينا نسميها الطقس بشكل عام. احنا يعني معروف عنا هنا في بلاد الشام وفلسطين بالتحديد، يعني تقريبا موسمنا الرئيسي بيكون في الشوكيات، يعني وخلينا نقول مع بداية فصل الصيف، وهو يعني فلسطين بالتحديد بيكون عنا نبات الرباط في المناطق الجبلية، وبكون في عنا برضو بعض الشوكيات مثل المرار والخرفيش وكل هذه الأمور، هذه اللي تقريبا يعني بنعتمد عليها في المنطقة الوسطى، منطقة القدس والخليل، في عندهم منطقة الزحيف بيجي بشهر 8 أو بنهاية شهر 7. كل هذه الأمور سواء كنت أنت في الأغوار أو كنت في الجبال أو كنت في السهول، إذا ما كان في عنا طقس مناسب إنه النبات ينتج الرحيق، مش راح يصير فيه عنا عسل. فمثلا احنا معروف عنا في بداية شهر 5 حتى نهاية حتى تقريبا يعني بداية شهر 6 في عنا الرياح الخماسينية. هذه الرياح الخماسينية عادة او الاجواء الخماسينية تصاحبها رياح شرقية جافة ودرجات حرارة عالية. في هذه الفترة إذا أجت الرياح الخماسينية هذه أو الأجواء الخماسينية، النحل لا يحضر شيء من العسل نهائيا، حتى ولو كانت المراعي بآلاف الدنومات، وإن كان هذا النبات الموجود فيها عاسل
لأنه هذه الرياح جافة جدا، تجفف الرحيق من النباتات أولا بأول، ونتيجة هذا الجفاف النحل لا يسرح إلا على الماء. ستشاهد أنه آلاف النحل تسرح على الماء من أجل ترطيب الأجواء في الخلايا حتى تحافظ على درجة حرارة الخلايا، لأنه بتكون رياح شرقية ارتفاع درجات حرارة عالية، فالنحل بيكون كل جهده ينصب على إحضار الماء. العامل الثالث اللي بتحكم في كمية العسل اللي هو الجيش السارح في الخلية. يعني لو كان في عندي في الخلية مثلا 50,000 نحلة، وال50,000 نحلة هذول يعني خلينا نقول نص بالنص بين نحل سارح ونحل حاضن، راح تكون كمية الجني قليلة، لأنه النحل الحاضن في فترة الجني بده يكون نحل مستهلك وليس النحل منتج أو النحل جالب للرحيق. لكن المفروض أنه النحال في الوقت اللي بيدخل فيه الموسم يكون جيش نحله سابقا، بحيث أنه يكون هذا الجيش مستعد لجني الرحيق، وتكون على الأقل الخلايا فيها تقريبا يعني 70% نحل سارح، 30% نحل حاضن. قدر الإمكان يعني ما بدنا نحط أرقام محددة، لكن قدر الإمكان بدها تكون النحل السارح هو أكثر من النحل الحاضن. فكلما زاد طبعا في عوامل ثانية بتأثر في كمية العسل، لكن هذه هي أهم عوامل: المرعى، الطقس، النحل السارح. فلو رجعنا يعني لو حكينا عن عش الحضنة، اللي هي يعني الكثير بيعتبر انه عش الحضنة بيستهلك كميات كبيرة من العسل. يعني هذا الكلام صحيح، ولكن ليس له تأثير كبير. يعني مش راح يتوفر او مش راح يعني يعطيك منتوج من العسل زي ما انت يعني خلينا نقول ممكن تخيل في راسك انه اذا انا يعني ممكن. خلينا نعطي ارقام، طب ارقام حتى نفهم الموضوع. لو قلنا انه الخلية اللي مكونة من طابقين وفي عندك 10 اطارات تحت وعشر اطارات فوق وفيها كمية النحل السارح كويسة، اعطتنا نفترض 20 كيلو من العسل. لكن اذا قمنا بتقليص عش الحضنة على 7 اطارات مثلا، او ابقينا 7 اطارات في صندوق التربية، يمكن تكون الكمية تزيد كيلو عسل أو 2 كيلو عسل. يعني ممكن تعطيك في هذه الحالة يعني 21 22 كيلو عسل. فهل هذه الكمية من العسل يعني مستاهلة إني أنا أضغط نحلة يعني أعمل ضد طبيعة النحل؟ هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار إنه النحل السارح اللي هو تقريبا بيتكون تقريبا من 70%، لو بدناش يكون 70% 60% من هذا النحل السارح اللي أرهق خلال موسم الجني. موسم الجني عندنا تقريبا شهر شهر ونص. اللي أرهق هذا الجيش من العامل في جمع حبوب، في جمع الرحيق وجمع حبوب اللقاح وجمع الماء، لأنه في عندنا بتكون في هذه الفترة بتكون الأجواء حامية والنحل يحتاج إلى كمية كبيرة من الماء لتبريد الخلية. هذا الجيش كله راح يموت بعد الموسم. يعني 70% من نحلك بعد الموسم راح يموت. طب مين يعني كيف بدنا نعوض هذا النحل؟ فإذا كانت مثلا الخلية على خلينا نقول فيها 50,000 نحلة، لما بيموت منها 70%، معنى ذلك إنه تقريبا الثلثين، فبتصف مثلا في خليتك فيها 17,000 نحلة، يعني أقل من 10 إطارات. ولذلك مثلا المعظم يقول لك عندي النحل انهار انهيار شديد قوي جدا بعد الموسم. هذا طبيعي جدا، لأنه هذا النحل اللي تعب وهلك و انتهى عمره، ما ظل فيه أحد يشتغل، خلاص انتهى. فكلما زاد عدد النحل السارح كلما زادت عملية جمع العسل، ويعني يكون التسارع في عملية جني العسل في الخلايا. طب إذا ما كان في عندنا في صندوق التربية نحل، أو ما كان في عندنا حضنة،
تعوض هذا الجيش اللي راح يموت بعد عملية بعد انتهاء الموسم. فمن يعني كيف بدنا نحافظ على قوة الخلايا الموجودة عندنا، خصوصا انه بتكون الملكات برضو ارهقت في وضع البيض خلال الفترة الربيعية والصيفية، وانخفض عدد البيض فيها الى مستوى كبير جدا. لذلك يعني الافضل هنا من وجهة نظري، رغم اني العام جربت هذه التجربة اللي انت بتقول عنها، ما يعني ما حسيت بفرقية نهائيا نهائيا، ما حسيت بفرقية. يعني بقيت في صندوق التربية 7 اطارات، وبعد 7 اطارات حطيت حاجز من فلين، وبعد حاجز الفلين حطيت اكياس النايلون هاي بتاعت العلف، لكن انا ما حسيت ولا اي شيء، يعني مثلها مثل اي خلية اعطت، ما في فرقية نهائيا. الامر الاخر اخي الكريم واخواني جميعا، انه لو احنا فتحنا صندوق التربية في الموسم، شو رايحين نلاقي فيه؟ رايحين نلاقي فيه انه اول اطار من جهة الخشب بكون عسل، الاطار الثاني راح يكون في حبوب لقاح، من الجهة الثانية نفس الاشي، اطار عسل ثم اطار حبوب لقاح. اذا هاي صار عندنا اربع اطارات خارج عن العمل، اكتملت بالعسل، اكتملت بحبوب اللقاح. ربما بعض الاطارات برضو ممكن نلاقي في بعض الاطارات الاخرى نسبة من حبوب اللقاح، فإذا كان في تدفق حبوب اللقاح قوي بتلاقي نسبة من حبوب اللقاح على بعض البراويز، يعني في برواز على ربعه، في برواز 20%، برواز 15% في منه حبوب لقاح. وبنفس الوقت الإطارات، نعود إلى إطارات الحضنة، إطارات الحضنة سيكون النحل عمل عليها الهلال العسلي، والهلال العسلي تقريبا يساوي ربع الإطارات، أو يعني ربع مساحة الإطار. فاللي بقى عندنا بالمختصر، يعني في عندنا 2 حبوب 2 عسل، 2 حبوب لقاح، هاي 4، بكن 6. الستة هذول في عليهم تقريبا نسبة الربع هلال عسلي، يعني بمعنى ما يعادل إطارين تقريبا، إذا بقي ما يساوي 4 إطارات للملكة إنها تتحرك بهم وتشتغل عليهم. هذا هيك يعني بصير بكون النحل ضيق عش الحضنة، هو من حاله ضيق عش الحضنة بدون ما أنت تتدخل. فأنا أفضل دائما أنه نبقي الأمور طبيعي، 10 فوق 10 تحت، وصلى الله وبارك، تحياتي.